أخوان، الركائز الوطنية واحدة من الأشياء التي تساعدك على مسخ أي مجتمع. أضرب قيم الوطنية، أضرب شخوص الوطنية، وأضرب انتماءات الوطنية والفلكلورية والدينية وغيرها. هاي من تضربها راح يكون بلا انتماء، راح يكون لك مفتوح الصدر، شو تريد تقول له؟ يقول لك اوكي. ولهذا الان اكو شيء، يعني ثقوا، احدى الفضائيات من جعلت هنالك رقص ودق وطبل. انا ضد اللطم، وضد عفوا ضد الزنجير، وضد هذا بعض الممارسات المرفوضه التي قال عنها الصادرات تكون نشينا على بيكون زينا لنا. ولكن بعض الفضائيات عندما تظهر رقص وطرب في ليله عشر محرم، ثقوا مو بريئه إطلاقا، ليست بريئة، هي جزء من هاي الشرذمة، جزء من إظهار الموقف. إذن هنالك شيء يجب أن يحارب هذا الشيء. وبالتالي الوطن العراقي يجب أن يقف بوجه هذه القضية. المثقف العراقي يجب أن مو يأيد، يطلع لك واحد مو هي حرية شخصية، أوكي حرية شخصية، بس أكو قيم عامة. الحرية الشخصية تنتهي أمام القيم العامة. أنت حرية شخصية تطلع مصلخ بالشارع، حرية شخصية، لكن أكو 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 قيم عامة، النساء والمدري شنو والمجتمع والقانون يمنعك، ليش بتطلع مصلخ؟ إذا تنتهي حريتي الشخصية عندما تكون هنالك حريات للناس وذوق عام وقانون عام. أنت في مجتمع 70% من مجتمعك متعلق بهذه القضية، تجي أنت تهينه؟ يعني أنا مع الحرية، أنا مو ضد الرقص ولا ضد الغناء، ما غناء ورقص كل الحياة بها هذا وبها، ولكن أنه في يوم معين تظهرها فيها إساءة إظهار. لذلك يعني إخوان، كل الذي يصير الآن هو محاولة يعني ضرب قيم معينة، ضرب انتماءات معينة، ولا ماكو شيء بريء، كل شيء منظم.